بعد العفو الملكي وعودتكم إلى أرض الوطن وأنتم آنذاك المعارض الصلب اللي محكوم بواحد العدد ديال الأحكام ديال الإعدام، غيكون لكم أول لقاء مع الملك الحسن الثاني. كانت المناسبة هي التحولات اللي عرفتها قضية الصحراء المغربية، وكنتم في واحد الوفد اللي غادي يمشي لأديس أبابا والتحقتوا بفاس باش تلتقيوا مع في هذا اللقاء مع الملك الحسن الثاني. حدثت واحد الوضعية صعبة اللي هي مسألة ديال تقبيل اليد، كيفاش يمكن تحكوا لنا على هذا اللقاء؟ تنعتبرها كانت جات عادية، ما كانت شيء داير بها حسب كاستدعانا الملك باش نحضروا فاديسة بيبا. نعم. وكنت أنا أول مرة نتلقى مع الملك فاس مكة. نعم. كانوا غير الأحزاب الممثلين الأحزاب كنا مهم. أنا ما عندي شي في كلك إيش غادي ندير. كل ما كان دلت إيدي على كتف على كتفه قال شكون أنت؟ قلت له بن سعيد. هكذا جاف هزت حالتي. ملي رجعنا كان استقبال كبير وفيه الدولة كلها والجيش واسمو. فكرت قلت ملاش ما نورط نفسي نسلم عليه، زعما كاين بنادم بزاف. هذاك دريت البصري هو تيقلب على هذا الشيء. قال له قال لي شي واحد شي قلب لي على السي بن سعيد. شوفوا انا كنت تجنب لان ما باغي نبوس، ولكن في نفس الوقت ما عنديش شنو ندير هو نتجنب. ولكن ما خلانيش هذاك اللي استدعاني. ملي جيت درت نفس الشكل تحنا فيا الملك. قال لي المخزن راه عنده تقاليد وخصك ديرها. دزت ما جاوبتوش. جا بن سودة تيجي سي بن سعيد راه التقاليد هو تحنا له على كتفه. لو على كلنا انا الملك تنعرفو شحال هذا ملي كما قبل كاع ما يكون ملك ما عندوش انا ما عندو لا اهميه لهاد الشيء هذا، زعما نبوس ولا ما نبوس اش ما. عاود جلس البصري قال شي واحد قول له بن سعيد ما يخرجش حتى نشوفو لان كفر عليه الملك. ما عرفت اسمو جا قال لي علاش ما بستيد سيدنا؟ لو انا ماشي جديد في هذا البلاد باش تعطيوني ارشادات اش غادي ندير. الملك تنعرفو تيعرفني ماشي جديد عليه، ولهذا انا ما يفرض عليا حد شي حاجه. قال لي لا سي بن سعيد جي عندي نمشي عندك تعتذر له. قلت له سلعيتيني نجي عندك ما سلعيتيني ما نجيش. مشات هكذا. فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خدية ميزيدور الخاصة بالصالون والمعروفة بتوب ميزيدور. عرض صالح إلى 7 يوليوز. ريشبوند يا سلام.